نعم. عندنا نريد أن نتكلم عن مسألة الاستنجاء أو الاستجمار. تعرف أنه الآن يعني حين ما يجد ماء، أيهما أفضل، استعمال الماء أو الحجارة؟ يعني الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء طبعا استعمال الماء أكمل في النظافة، لكن يذكر بعض العلماء هذا ليس من باب التعبد، لكن هذا من باب البعد عن مباشرة النجاسة. يعني عند الغائط الآن ماذا يصنع؟ يخفف أثر النجاسة بالمناديل أو أحيانا يعني بهذا الرشاش، ثم بعد هذا استعمل ماء ويغسل أثر الغائط بيده اليسرى. طيب، من يذكر لي آداب الاستنجاء والاستجمار؟ آداب دخول الخلاء كلها، يلا. نعم، الله يفتح عليك. صحيح، يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج مع الدعاء الوارد: بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث، بالتسكين. من اللي يتكلم؟ خليه يعني خبث والخبائث. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حديث ضعيف لا يصح. غيره، ما أحد يعرف أداب قضاء الحاجة؟ حتى قضاء الحاجة ما تعرفه؟ نعم يا أخي. لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها، في بنيان وفي غير بنيان، وارتاح. مفهوم؟ نعم، ما تستقبل. نعم، الكف عن الكلام لأنه مكروه، أما ذكر الله محرم إلا الكلام عند الحاجة. مثاله: دخل هذا الأخ إلى دورة المياه وفوجئ بعد أن قضى الحاجة أنه لا يوجد ماء، فماذا يصنع؟ ما يتكلم، يدق على هذا الباب، يقول: ماذا تريد؟ هذا يدق على الباب، ما يتكلم، لا يتكلم لأنه هذا حاجة الآن. مفهوم؟ أي نعم. طيب، نعم. يعني الآن لا يمس الذكر بيد اليمنى ولا يستجمر ولا يستنجي بيمينه، من ما يكون باليسار. طيب، نعم. يحرم عليه أن يستنجي بشيء في ذكر الله، جرائد، الأكل على الجرائد يا أخواننا هذا فيه استهزاء، لأنه ما يوجد جريدة باللغة العربية إلا وفيها اسم الله. صحيح، حتى جرائد العلمانية، طيب، مكتوب الكاتب عبد الله بن محمد مثلا، صحيح اسم الله، فما يصح. الآن يقول: أحسن وسيلة لمسح الزجاج بالجرائد، ما يجوز يا أخي. كذلك عظم روث لأنه نجس. نعم، غيره. وكذلك ثلاث مسحات أقل شيء، لو انقطع بمسحة واحدة لا، ثلاث مسحات. كيف يعرف النقاء؟ الآن يستعمل المناديل أو الحجارة، كيف يعرف النقاء؟ يرجع المنديل جاف، هذا في الذكر. أما في الغائط يرجع المنديل ليس في شيء، هذا بهذا يعرف النقاء. فإن انقطع بثلاث الحمد لله، وإلا من قطع زاد، والسنة أن يقطع على وتر، يعني انقطع بأربع يزيد الخامسة، يعني المسحة الخامسة. مفهوم؟ نعم، آداب قضاء الحاجة. اتخاذ مكان رخو لماذا؟ حتى يقطع الوسواس، لأنه قد يوسوس له الشيطان أنه يرتد عليه شيء، ومكان رخو حتى لا يرتد عليه شيء أصلا. هل يصح أن يبول قائما؟ نعم، يصح أن يبول قائما بشرطين. الشرط الأول أن يأمن أنه لا يرتد عليه البول من الرشاش، الثاني أن يأمن من كشاف العورة. وهذا اللي ترى الآن في الحج
الآن الزحام الشديد وكذا، هم وضعوا مثل الساتر يدخل الإنسان فيه ويقضي حاجته دون يرتد ولا ينكشف عورته، يصح. أما هذا الذي تراه يا أخوان الحضارة، أنا ما سمعت أنه في حضارة في العالم إنسان متحضر، وش يعني هذه الحضارة تؤدي إلى أن يبول في سرواله. نعم يعني الآن الكفار أي عندما يبول الآن وهو واقف ما يستخدم لا مناديل ولا شيء، والله ما يستخدم مناديل، ينزل السروال يبول أكرمكم الله ثم يرفع السروال، صدق هذا الحضارة. وغير هذا يعني حدث ولا حرج، يعني كافر هو حضارة، يقول حضارة يسكر، حضارة يمكن له أن يبول في الشارع أمام الناس لا إشكال مسموح، بالشرط أن يستقبل الجدار، يستقبل الجدار وبال ما في. تمر في الشارع أحيانا تجد كرمك الله البول على الجدران، لأنه ما يستطيع، لأنه يشرب خمر في ليلة ممكن يشرب 3 لتر، ما يستطيع هذا يصبر، كل 5 دقائق لابد أن يقضي، ونساء أكثر من رجال. المهم لا يا إخواننا، لأن بعض الناس يعني خاصة الآن في هذه الفتنة قال والله ما يصلح لنا الآن إلا أوروبا، صح؟ وانتم سمعتم بالقريب أنه مات كم في مرورهم بالبحر، أي نعم من السوريين، وقالوا أنهم كذا. إخواننا يعني ما السبب أن هؤلاء يعطوا الطو جنسية؟ الحمد لله ما قلنا شيء. هم ما يريدوا هذا الجيل، لأنه يقول هذا الجيل، الجيل الأول جيل متنطع متعصب، يقول الأولاد هذا الجيل لنا. أي نعم، وهذا الواقع اليوم. أن تترك هذه الأمور كلها، لكن إحنا نريد أن نتكلم عن مسألة، هذه المسألة مسألة عقيدة الآن. نعم، وغير ما تكلم العلماء من جنسية الكافرة وغيرها. طيب ما علينا، بعد هذا أداب قضاء الحاجة. نعم، الجمع بين الجمع قلنا لم يرد فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن استحسنوا بعض العلماء من باب عدم مباشرة النجاسة باليد وتخفيف أثر النجاسة، وهذا أولى في الطهارة أحسن. نعم، عند خروجه من الحمامة قلنا قلنا هذا يقدم اليمنى ويقول غفرانك. نعم، مراعاة انذار الثوب في مكان في فضاء الذي يدخله حتى يصل الى الارض، وجوب الاستتار من الناس وجوبا، هذا اذا وجد شيء يستر من الناس، وان لم يجد يبعد، يكون بعيد حتى ما يرى احد. متى يرفع الثوب؟ لا يرفع الثوب وهو واقف، عندما يقرب من النزول من الأرض يرفع الثوب. طيب نعم، احنا لماذا ذكرنا أداب قضاء الحاجة؟ ها انتهينا. نعم، طيب نريد أن نذكر أيضا إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هذا آخر الدرس، على 3 أضرب، لأن النجاسة على 3 أضرب في إزالتها: مغلظة، مخففة، متوسطة. وهي مغلظة، مخففة، متوسطة. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء شرب، وهو لا يشرب إلا بأن يخرج لعاب من لسانه ثم بعد هذا يشرب، فإذا ولغ الكلب في الإناء لابد أن نريق هذا الإناء، نكبه ثم نغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، مفهوم؟ نعم، هذه نجاسة مغلظة يعني فيها تغليظ، يعني شيء كثير. نجاسة مخففة يسير، نجاسة أشياء تذكرها الآن. النجاسة الإزاء، النجاسة المخففة يكفي فيها النضح، يكفي فيها النضح. من يقول بوصل؟ اصبر علينا. يكفي فيها النضح. ما معنى النضح؟ النضح
هو رش الماء فقط بلا عصر، بدون عصر، يعني يرش ماء هكذا وانتهى الأمر. هذا نضح، هذه نجاسة مخففة. النجاسة المتوسطة لابد فيها من غسل، الغسل نضح، رش الماء وعصر. إذن المغلظة 7 مرات ولهن بالتراب، مخففة نضح رش ماء فقط، متوسطة رش الماء مع العصر، المخففة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب طعامه حليب الأم دون الفطام. إذا بال على غترتي مثلا فماذا أصنع؟ أرش الماء فقط وأخرج وأصلي في هذا اللباس ولا إشكال. غلام الذي لم يأكل الطعام والمذي، الثاني المذي هنا مخففة، المذي سائل ليس له لون مثل الماء، يخرج عند التفكير، نجس لا شك في نجاسته. ناقض الوضوء، نعم، خارج من السبيلين. فماذا تصنع عند خروج المذي؟ عند خروج المذي تغسل الذكر والخستين، نعم، وإذا وقع شيء منه على الثوب، يعني هذا الأخر جاء إلى المسجد خرج منه مذي، فما يستطيع لو أراد الرجوع إلى بيته تغيير الثياب وكذا تذهب عليه صلاة الجماعة، فماذا يصنع؟ يأتي، هذه نقطة من المذي، ماذا يصنع؟ يرش عليه الماء والحمد لله ويصلي فيه. لكن ماذا يصنع؟ انتقض وضوءه، نعم، يغسل الذكر والخصيتين، نعم، توضأ، نعم، مفهوم؟ طيب، هذا المذي الثاني نجاسته مخففة، أي يكفي فيها النضح رش بلا عصر. وكذلك المني، المني طاهر، نعم، أصل خلق الإنسان، نعم. تناقش رجل مع آخر مناظرة علمية، هذا يقول أن المني طاهر وهذا يقول أن المني نجس، فهذا الذي يقول أن المني طاهر قال تعبت أريد أجعل أصل هذا طاهر وأبى أن يكون إلا أصله نجس. إذا صلى على ثوبه مني صلاته صحيحة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على ثوبه مني ورطب ينضح بالماء، يرشه بدون عصر، وإذا كان جاف يحته ويصلي فيه ولا إشكال، ولو صلى فيه بلا نضح ولا فرق أو حد صلاته صحيحة لأنه طاهر. ما عدا المغلظة والمخففة نجاسة متوسطة لابد فيها من الرش زائد عصر. من يعيد لي هذا الكلام؟ الله أعلم أنت، حتى لا تتكلم بعد هذا، لا لا لا، أبعد عنه هذا وخليه يقف شويش. نعم، نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، إذا ولغ في الإناء ماذا نصنع؟ ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن في التراب، أولاهن بالتراب، أول نكب ما في هذا الإناء من ماء ثم نغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب، عندي سؤال، اصبر يا أخي، نجاسة الخنزير شرب من الإناء، نجاسة الخنزير، خنزير، نعم، كالكلب يجلس. ذكرنا أنه ما عدا المغلظة والمخففة متوسطة، نجاسة الخنزير متوسطة، من قال أنه مغلظ؟ مفهوم؟ طيب، إذن مغلظة، أوقف، ما النجاسة المخففة؟ المذي الذكر الذي يتغذى على حليب الأم، ما حد يتكلم دون الفطام، دون الفطام. والثالث، الثالث ذكرنا 3 أشياء هنا في النجاسة المخففة، المني مع أنه طاهر. الله يفتح عليك، لا اصبر، ماذا نصنع في تطهير شيء من هذه الثلاثة إذا وقعت على الثوب؟ يعني
النضح وهو رش الماء بالعصر. الأول في هذه الثلاث أشياء، من يذكرني؟ بول من؟ من الذي يعرف؟ طيب ما أعرفه؟ الآن قال ثلاث أشياء نجاسة مخففة، ما هي الثلاث أشياء؟ من يعيد علي؟ تفضل يا شيخ. نعم، بول من؟ بول الذكر ولا الأنثى؟ الذكر. طيب والأنثى؟ متوسطة. عندك أخت صغيرة عمرها يوم وبالت على ثوبك، ماذا تصنع؟ مغلظة، مخففة، متوسطة. الآن تقول غلام الذكر، والآن جبنا لك مثال بالأنثى، ما حد يتكلم. نعم، إذا كانت كالغلام يا أخي، كالغلام أم لا؟ لا، متوسطة، لأنه قلنا الذكر فقط دون الأنثى. مفهوم؟ طيب اسمع، حملت ولد عمره شهر، أتغذى من حليب الأم وبال على ثوبك، مغلظة، مخففة، متوسطة، ماذا تصنع؟ نضح، رش بلا عصر. تمام، عمره سنة، اسمع اصبر، وما يشرب حليب الأم، يشرب حليب البقر، ماذا عليه؟ الله متوسطة. نعم، اي نعم، ان حليب البقر ما له علاقة. اجلس، فتح الله عليك. طيب مغلظة، الأول قال باو ولا الغلام يذكر الذي لم يأكل الطعام دون الفطام وتغذى في الغالب على حليب الأم. من يذكر لي الثاني؟ الأول باو الغلام، أوقف. المذي، ما هو المذي؟ هو سائل، سائل لا لون له مثل الماء، لكن لزج يخرج عند التفكير أو كذا. نجس أو طاهر؟ نجس. نجس. ناقض للوضوء؟ ناقض للوضوء. يا أخواننا خلوه، من اللي أتكلم؟ ناقض للوضوء؟ نعم. لماذا؟ لأنه خارج من السبيل. خارج من السبيل. ماذا تصنع إذا خرج منك مذي؟ أغسل الذكر مع الخصيتين. نعم. وإذا وقع منه شيء على الثوب ترش الماء فقط. نضح. نضح. تمام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل مذاكيرك، يعني الذكر والخصيتين. أجلس، فتح الله عليك. الثالث المني وهو طاهر. النجاسة المتوسطة ماذا نصنع فيها؟ تعرف إن شاء الله تعرف ماذا نصنع فيها؟ رش زائد عصر. هذا أخذ الثوب كامل ووضعه في الغسالة، يكفي ولا يكفي؟ يكفي. رش الماء وعصر، يكفي؟ بعد أن رش الماء وعصر بقي أثر ريح ولون، ماذا يصنع؟ لا يصنع شيء، ولا يضر بقاء اللون والريح، لأنه صنع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا يضر بقاء اللون والريح. مفهوم؟ أجلس.